السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج ہم سورة القدر تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے. سورة الناس سے سورة البینہ تک ہم پچھلی ویڈیوز میں پڑھ چکے ہیں، آپ چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ جو لوگ قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتے یا پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں وہ بھی ان ویڈیوز سے فائدہ حاصل کر سکیں. آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق. سورة القدر مکی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه في ليلة القدر في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك وما أدراك ما ليلة القدر ما ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة تنزل الملائكة والروح والروح فيها بإذن فيها بإذن ربهم من كل ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام سلام هي حتى هي حتى ما طلع الفجر ما طلع الفجر. سلام هي حتى ما طلع الفجر. دوبارہ اس سورت کو ریپیٹ کریں گے. انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى ما طلع الفجر. صدق الله العظيم.